أكثر من 21 ألف طالب وطالبة يتقدمون إلى امتحانات الدورة الفصلية الثانية في الكليات الجامعية والمعاهد التابعة لفرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة. فرع الجامعة اتخذ جميع مستلزمات إنجاح العملية الامتحانية من تجهيز للقاعات وتأمين القرطاسية اللازمة والكوادر المختصة بالمراقبة. في ظل ظرف استثنائي كانت تعيشه محافظة الحسكة والذي نجم عنه تأخر العملية الامتحانية لما يقارب شهرين أو ثلاثة أشهر مقارنة مع الجامعات الأخرى. طبعا نحن حاولنا اتخاذ كل الإجراءات والإجراءات المناسبة من أجل إنجاح العملية الامتحانية، خاصة فيما يتعلق بتأمين القرطاسية وتأمين الكوادر الإدارية والتعليمية من أجل المساعدة في المراقبة الامتحانية، وذلك بالتنسيق مع كل من إدارة فرع الجامعة ورئاسة الجامعة. الطلبة عبروا عن شكرهم للجهود الحكومية المبذولة من أجل استمرار العملية التعليمية في محافظة الحسكة رغم انتهاكات ميليشيا قسد واستيلائها على عدد من أبنية الكليات وقيام المحتل الأمريكي بتدمير عدد من المقار الجامعية. رغم الظروف، رغم الإمكانيات، رغم التواجد الأمريكي، وأنتم شايفين وضع المنطقة شلون، يعني نحن جايين وبدنا نتعلم. هاي رسالة يعني بدنا نوجهها للعالم. الدولة موفرت لنا كل الاحتياجات اللازمة لنا، ورغم المحتل وتدمير الكليات، لكن نحن نستمر بالعمليات الامتحانية بشكل مريح وما في أي معوقات. نزحنا الصعوبات على مثل ما نقول على طرف، يعني كملنا تقديم امتحاناتنا. الأجواء الامتحانية عنا كتير كويسة وفي هدوء، والطلاب كلها عم تقدم امتحانات يعني ومتوفر لنا كل شيء. إصرار وتصميم وتحد لمتابعة مسيرة العلم هي رسالة طلبة الحسكة لكل من يريد إيقاف العملية التعليمية. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة.